قولي لنا، شايفة انه كتر عدد الصحاب على الفيسبوك ده معناه ان انت عندك الصحاب دول حقيقيين على ارض الواقع ولا لا؟ هو اكيد مش حقيقيين على ارض الواقع، بس هي الفكرة كلها ازاي الشخص اللي عنده الاصحاب دي كلها هيتأثر بالموضوع. يعني لو هو مثلا شخص في الطبيعة مش اجتماعي قوي وبيعاني من الوحدة، فهو كل ما العدد بيزيد عنده هو هيحس بوحدة اكتر، لان هو وسط كل الناس دي كلها مفيش واحد بس مثلا ان هو مهتم بتفاصيله، مفيش اثنين صحاب ان هو يلجأ لهم لما يكون متضايق او فرحان. في حين ان هو اصلا لو كتب حاجه هيلاقي دعم من ناس كتير، بس هما في الاول وفي الاخر دعم مؤقت اللي هو تعاطف مع حاله حد كتبها، لكن مش قرب حقيقي او صداقه حقيقيه، الا طبعا لو كون صداقه يعني. مظبوط، اللي هو نزلوا بقى في الحقيقه وتقابلوا وتعرفوا على بعض. صح. وبالمناسبة في ناس كتير بتعمل صداقات لمدة سنين على الفيسبوك وممكن ما يعرفوش يتقابلوا أو يكونوا في بلاد تانية، بس بتبقى صداقة قوية. أي نعم طبعا المسافات بتزود البعد شوية وإن ما بيبقاش في قرب قوي زي الناس اللي هم العاديين بيقابلوا، بس أحيانا لا، في صداقات كتير بتتبني من عن طريق الفيسبوك والسوشيال ميديا.